كبير، هذا شرف كبير كاع المغاربه. كنتمنوا ان شاء الله نستثمروه استثمار اللي كبير، اللي يكون ان شاء الله للمغرب اللي واجهه عالميه، اللي كاع المغاربه باش نتعرفوا بالثقافه المغربيه، ماشي ناخذوا الثقافه الاوروبيه ونحطوها في الافتتاح ولا في الفينال ولا لا، تكون الثقافه المغربيه المرسخه في الافتتاح وفي الفينال وفي كاع الماتشات، حتى في المناطق اللي غيجيو لها الناس ديال المنتخبات، وهذا اللي باش نعرفوا بالثقافه ديالنا ويعرفوا الدين الاسلامي ويعرفوا بزاف اللعيبات. وان شاء الله هذا كنباركوا الملك محمد السادس وكنباركوا المغاربه ككل، وشكرا بزاف سي فوزي لقجعته هو ما نساوش من هذا المنبر هذا، وكنتمناو من دابا نبداو 2030، ماشي حتى تقرب 2029 نقولوا حنا حكا راه منظمين 2030، نبداو من دابا ان شاء الله ونستثمروا هذا الانجاز. حنا فرحانين فهمتي، كنشوفوا المغرب غادي كيتقدم، غادي تنظم واحد الحاجه اللي كبيره فهمتي، ماشي شي كوب لي صغيره، كوب كبيره عالميه مزيانه صراحه، فرحانين وصافي. هذا هو الاحساس ديالي اللي غنقول لك صراحه. احارة غتكون فائده كبيره للمغرب، نكون فتاخر وحنا بالمغرب اللي قدر ينظم هذا الكاس الكبير، ماشي سهله، ماشي اي واحد كيجي يقدر ينظم هذا الكاس، وكنتمناو الخير من القدام ان شاء الله. الوضعيه ان شاء الله لا تعاونوا الشعب تعاون، الله يسكينه بالله الله. ملي شي الاعلان والله عرفتي سي بلادنا ملاعه وتعاون، الله يجعل الدوز واعره ومدير الملكه صفراء، من كاس افريقيا يعني على علاه، انا راه تندير لايفيات بزاف، الله يما كتب عليك، الله يجعل طلع واعره بالله، واحسن حاجه دار، وهذا طلع واحد من كاس افريقيا يطلع، فهاد التوروا ديال الوداد بعدا غيكون واحد الفرح، التوروا اللي يلعب الوداد غيكون بزاف، ومزيانه القضيه وفرح الشعب راه زوينه القضيه، تيرانات تيتبناو، كازا يولي فيها التيرانات، فهمتي؟ غتولي هادشي مزيان، او تيرانه ما عمر في حياتك ما تشوف تيران ديال 92000، فهمتي؟ وراه بادره زوينه هادي. خاصهم يتعاونوا، شي يتعاونوا ملي يكون الفوضى بحال هكا وهذه وهذه والورقه تطلع بالعلالي وداك الشيء النظام، والله شي يمشيو بعيد بالله، شتي الصبا اليوم في 82 كي كانوا كيولاو، راه هي اللي هزاتهم ولاو حتى هما هذه وهذه، وانت حنا وصلنا للدومي في نار كاس العلالي هذاك دينا شحال شي ريادات ما كناش معونين عليهم وداو ميداليات، تمن هذوك عكاكات راه هما رجل وحده وجابوا شحال من حاجه. ايوا نتمنوا عاش الملك والله يعاون. احنا تنقولوا بان كاس العالم يعني خاصو يكون في المغرب، يعني حيت بلاد دابا هما اللي جاوا في هذا المونديال ديال قطر، يعني جاوا فيكشاو هما من الاوائل، خاص دابا يعني واحد شويه التنظيم وغيكون غيكون الخير ان شاء الله. اييه كاينه المغرب يعني هو البرتغال دوله واحده، ولكن المغرب بحال تقول داز في المونديال ربح البرتغال، ولكن حنا بلد واحد، ولكن الممكن هو خاص المغرب هو اللي يتفيكشا، فهمتي ولا لا؟ يعني في هذا المونديال هذا فهمتي، يعني المغرب مزيان، عنده فرقه زوينه، عنده منتخب زوين، عنده تجمهور زوين، فين ما مشاو يعني تيديروا لومبيونس، تيديروا الحركه، يعني تتكون واحد الجو زوين. غتخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.